صباح الخير صالح، بهدي معاك. هذه هي الدوزيام بارتي تاع في لا فيديو على ايرالجيري. ايرالجيري حبينا اليوم نهضروا على الباجاج بار اكزومبل و لي بري دي بي. لي بي غاليين بزاف. على كل حال ايرالجيري دايرها، دايرين رايهم فينا حنايا. والباجاج ب 6 باوند الكيلو، معناتها حنا نقولوا 6000 الكيلو. وكان واحد البروبليم اللي ماكمش عارفينه، ممكن ماكمش عارفينه، نحكي لكم عليه اليوم. كان شيف ديسكال الاول اللي مشاوه، على كل حال ما يحبوش واحد يخدم، هذا كان يحسب كان 5000 الكيلو، 5 باوند الكيلو. وكي كانوا يحسبوا يديروا في الشهر بار موا، كان عندهم مدخول تاع 30000 باوند، معناتها اونسيان 30 مليون، 30000 باوند في الشهر. اليوم هذه هي، هذا هو البروبليم. اليوم مع النوفو شيف ديسكال هذا اللي راهو، عندي معلومات زادوا 1000 فرق، زادوا 1 باوند الكيلو، ولا تسمى 6000، كان بخمسة ولا ب 6000. 6000 الكيلو، وواحد ما يجوز باطل ويدخلوا بين 13 حتى 15000 باوند، معناتها لا مواتي واش كان يدخل الاخر اللي كان يساعد ويعاون الناس وينقص لهم، كان يدخل 30000 باوند. اليوم بلا مساعده والناس قاعد تخلص، اللي نعرفوهم على كل حال ماشي قاعد تخلص، بين 13 و15000 باوند. اتهموا نوردين بسكري. نوردين كان يعاون في الناس، نوردين معمور كيما يقولوا، كان عنده ناس متزاير دايرين عليه بريسيون كذا وكذا. وشنو نور الدين عنده بروبليم واحد، الناس اللي عاونهم هما اللي داروا عليه ولاو يهضروا عليه ولاو يديروا له في المشاكل، سينو هو وليد فاميليا ما عنده حتى بروبليم، مانيش نضرب عليه. هذه في مساله الباجاج رانا هضرنا، وانتم قاعدوا تخبوا دروكا الدراهم هذو وين راهم. وثانيا دوزيام بروبليم، حبيت نعرف علاش غير الجيري اللي ما تقبلش لي كارد دو كريدي. تعرفوا علاش؟ ما تعرفوش، يحبوا الكاش باش نص لاكاس تاع الجيري ونص ليهم، ما كان لا حساب ولا كونترول، واحد شاف ولا واحد هضر ولا كلش بيناتهم. بعتوا عنده واحد العامين، بعتوا واحد الناس يكونتروليو هنا ايرالجيري هنا في لوند. قال كاين اون شومبر، ماشي اون شومبر، ان بيرو، كيحلوا البيبان، كيحلوا البيبان لي دوسي قاع طاحوا، ما قدروش يكونتروليو. شافوا بلي كان بزاف دراهم راحوا مشاو، كان شاف داجونس اللي معروف على كل حال، ومكوبري بيماه، يماه هي اللي مكوبرياتو باسكو كانت وزيرة وعندها العلاقات وعندها سقاولو الجزائر. على كل حال ما شكيتش يعني اللي مشاو للحبس ولا شارعوا له ولا خلاص ما كان والو، يكون عنده بوست دوك في الجزائر. هذه الثانيه، على هذيك ما يقبلوش لي كارد دو كريدي. لو كنت تكلمهم في التليفون الا ردوا لك، الا عندك زهر يردوا لك، يقولوا بار اكزومبل دير ريزيرفاسيون، وهم داروا لك ريزيرفاسيون شحال خويا، يقول لك 250 اكزومبل، 250 300 ولا عندي كارد دو كريدي، نقول لك لا خويا يشد لك لا ريزيرفاسيون حتى الغدوة، تجوز بالكاش، تخلص بالكاش. علاش تخلص بالكاش؟ وكي تهضر معاهم لي ريسبونسابل يقول لك لا حنا لي بونك طالبين علينا غارونتي تاع 300000 باوند. وعلاش غارونتي تاع 300000 باوند؟ علاش؟ يا اخي واحد اللي عنده كارد دو كريدي ويخلص كيلا فيها الدراهم، دراهم يدخلوا ولا ما فيهاش دراهم، دراهم ما يدخلوش، ما تعطيلوش بيه، سيتو. هذا ما كان سي تخي سامبل كيما يديروا كاع الشركات هنا العالم كاع يمشي هكذا. حنا يصيبوا لنا في سبايب على خاطر الدراهم هذوك ما يدخلوش كاع الشركه، والشركه مدعمه من الحكومه، عندهم اون سوبفونسيون من الحكومه كل عام عندها حقها، كاع الشركات يعطوهم حقهم، ودائما ديفيسيتير. وزيد بزياده هما عندهم 9000 ستاف، 9000 في البيرسونيل خدامين، واش يديروا بهم كامل 9000؟ راهم حاكمين امريكان ايرلاينز، راهم حاكمين مش عارف انا، شركه اللي عندها زوج كيما انا ذاك النهار دو تروتينات، 9000 شخص يخدموا فيها،
سي انكرويابل سي با بوسيبل. وكاينه المساله الثالثه اللي صارت غير كيما حنا الناس يسموهم لي زيكسبير تاع الايرونوتيك يسموهم دي كومباني بوبيل. لي كومباني بوبيل هادو ما كيما الجيري ال باي اتر ابلي من الفوق راهي ا بوبري كلاسي شويه في لي كومباني بوبيل. كومباني بوبيل تروح تكري عليها كومباني بوبيل كيما البرتغال. البرتغال راح تكري عليها طياره ان ايربوس كي ا مارشي كي ا فولي شي با كوميان دور ايلي فيو 330 على كل حال. ولكن استعملوه تيرمون لي شو الطوموبيل كي تقدم سي باغي يكرو هذوك السيارات لي كورتي تاعنا حنايا يصيبوا الحل كيفاش يتفاهموا مع شركة بوبال كيما قلت قبيله مع دي كومباني بوبال يقولوا لهم فوالا فاكتوري لي بطون وعندك طون النص يروح للكونت ديالي والنص انت تديه تاع لافيون تاعك. بصح كي لافيون ديك تبدا تفولي مع الجزائر لا بروف سكي سي باسي في المالي الطياره اللي طاحت جابوها من اسبانيا هذيك سيت اون كومباني بوبال سيت ان افيون بوبال اوزي. يسون فوت هما الناس تموت ولا ما تموتش ما على بالهمش اللي ما تفرط فيه وسلام عليكم. دونك هاد تلت مسالات لي بي دافيون اللي ما يخلصوهمش يحبوا غير الكاش. ثانيا لي لوكاسيون عند كومباني بو اون كومباني بوبيل كي لو على اون اوتر كومباني بوبيل ما متفاهمين كاع سي دي ماغويور. والثالثة على الباجاج اسمعوا مليح كان 30 الف باوند تدخل دوك ولا تدخل بين 13 و 15 الف باوند وين راه الباقي؟ وين راه الدراهم اللي باقيين وين راهم؟ حبينا نعرفوا يشارجيو في الناس يضربوا في الناس بصح الدراهم ما يبانوش. وشركه ديفيسيتار حنا خلصوا لها الستاف تاعها 9000 بيرسونيل لي فام دو ميناج لي زاجون سيكوريتي تاع لي سكال كاع حنا خلصوهم. تسمى مين يخلصوهم؟ وعندي واحد الميساج لواحد الانسان هادي باش نكملوا ونسلم عليه بزاف على كل حال. زهير كان ريبريزونتون هنايا ودرنا معاه يعني ريونيون هضرنا قلت له انا باش ينقصوا لي بري لازم ديروا سي دو فوغ افيك لي زوتوريتي بريتانيك يديروا لكم سلوت تاع دو فول بار جور دو فول بار جور باسكو علاش كي دير نتايا ان افيون ان 700 737 149 باساجي ولا 125 باساجي وانت عندك في ذاك النهار بدات عندك 300 باساجي مي ريزيرفين ومخلصين كيفاش دير لهم؟ ما تقدرش ترفدهم. دونك tu fais deux avions ولا tu prends un grand porteur. Un grand porteur اللي هكذا هضرنا معاه اللي يرفد لك كاع لي 300 باساجي ما كان حتى روطار ولا اللي يسنى ولا اللي يشكي ولا يقول لك داولي بلاصتي. انتوما تبعتوا لنا في دي زافيون مينيسكول وتقولوا علاش كاين المشاكل وعلاش كاين المشاكل. والمسألة الثانية أني نهضر عليها هواوي اللي راهو دوك بورت بارول تاع الجيري وكي كان في ذاك الوقت هضر وتفاهمنا وكان داكور وقال لي نهضر ونعمل وسمعتو يهضر لا ديرنيير فوا قال لك شراو دي زافيون إيزون كوموندي دي زافيون جاهم واحد 730 ايربوس جاهم بالواحد يا سي هواوي لي زاتير اللي راك تجيب فيهم وين يروحوا؟ يجوا لندن يروحوا لباري ما يصلحوش على بالك باللي ما يصلحوش. الدراهم اللي كانوا تاع الجيري الدراهم اللي كان عندهم اللي دخلوا ماش نهضروا على درك راكم تقولوا ازمه ما ازمه ما ازمه كي كانوا دراهم سيتي المومون دون بروفيتي داشتي دي زيربوس 380 يروح لاشين يروح يروح نيويورك يروح لكندا ديك 600 باساجي كي دير لك ان فول سور لندن تدي tu vas faire un vol تاع 4 jours واحد يكفي 600 باساجي انتو ماشي لي في ATR 42 ولا واش اسمه سي با دي زافيون سي دي زافيون اليز دابور اي سون دانجورو وحده ثانيا ما يقدروش يجوا لهنا باسكو ممنوع يخرجوا لهنا ولا فرنسا واحد في الانتيريور هذيك حاجه واحده اخرى مي بور فير لانترناسيونال il faut rénover avec de nouveaux appareils. كاين دي Boeing 777 كاين Dreamliner 787 شركة هذيك بلاد هكذا ماشي بلاد سي ان بوان نقطة نقطة في الـ في الـ في آسيا جاب لي ربي واسمها بروناي لي فول تاعهم كاع Dreamliner 787
مرفين على الجزائر هادو، ماشي مرفين على الجزائر، دويلة هكذا صغيرة. وحنا يا بلاد كبيرة، هي كبيرة في الأفريق والبترول، وعندنا ودرنا وعملنا، وعندنا دي زافيون توبال لي ميلحقش. يقولك انت ما عندكمش طيارات، كيفاش حبيت انت تكوفري ودير لي فليلينغير لوروب ودير لازي ودير العرب ودير انت وين تروح؟ إلا ما عندكش طيارات تسنى طيارات تجيك من السنغال، ومن بعد كي تجي من السنغال تنقيها شوية تبعتها لندن ولا تبعتها لباري، والله ما ديرها، ما تصح لكمش خلاص. وإن شاء الله بربي حنا هضرنا، حنا اللي يهمنا دروكا تشرو طيارات ما تشروش طيارات، تنقصوا في لي بري ما تنقصوش، تدو دراهم الباكاج، حنا اللي يهمنا كثرتها. واش يهمنا؟ هو لو بويكوت، ان ريال بويكوت، باش ينحكم لندن باري ليون، هادو كيدبروا راسهم، كل واحد يدبر راسهم. مي حنا لي جون تاع انجلتير تاع هنايا، اون فو فو زاريتي، اون فو بلو فو فوار ا لندن اون انجلتير، ماذا بينا ما نشوفش هذاك السيد تاع الجيري كاع يدور، باسكو اون فا ميتر هذاك لي فلات هذيك، اون ا با بزوان دافيون بوبيل، فو زيت دي كريمينيل. Où vous êtes en train d'essayer de vous enrichir au dos des gens. على ظهرنا حنايا. الناس تحرص صباح وعشية، ما عناش طلابين، ما عناش نقول لكم صدقوا علينا. أو موا، أو موا. ناخذوا الكا تاع بريتيش ايرويز. جو في فواياجي مع بريتيش ايرويز دون دو سومان. 1.50 الكيلو. 1.50 الكيلو، ماشي 6000، ماشي 6 بوندات، 1.50. 23 كيلو ب 36 بوندا. تخلص اونلاين، ما يسقولك جيب لي الكاش ولا جيب لي لا، ادخل اونلاين، ابعت 4 5 6 فاليز 23 كيلو 36000 36 باوند لا فاليز، وعندك ان باجاج ا مان فري، وانت راح 145000 145 باوند تروح للجزائر، تخرج على 9 غير 20 تلحق على 11 ومن الجزائر، ما كان لا دقيقه زياده ولا دقيقه نقصان. وحنايا قالها ولبي خويا، وبربي ان شاء الله تلحق ان شاء الله، تسمى يبيع لك البي يقول لك الطياره تروح على 3، وبربي ان شاء الله تلحق على 6، بربي ان شاء الله، ما سي با سيور، معناتها الا ماشي بربي تقدر تبات ديك الليله، تقدر مانيش عارف. المهم هذا اللي هضرنا عليه اليوم، ومازال لا سومين بروشان نزيد لكم فيديو واحد اخرى ونعطيكم مور اكسبليكاسيون على هذا المشاكل اللي راهم يصرا. والمسؤولين في الجزائر نظن باللي عارفين، لو كان يعني يديرون بتي تونكيت، الناس كاع هادو اللي راهم هنا ولا راهم في الجزائر متفاهمين كاع يروحوا للحبس، كاع يروحوا، باسكو سونت اون تران كولي لا كومباني. لا كومباني كانت لا لا، دروكا ولينا زكولين كومباني بوبال، هي ستو بوبال ورافده معاها زبل حاشاكم، وحنا زبل، حنا زبل باسكو حنا نحوسوا عليهم. دونك اون ايسي دات ان بو كلين ان بو بروب، ما نركبوش في الزبل. السلام عليكم ورحمه الله.